أهلا بكم مشاهدينا الكرام. امبارح حل الفنان أحمد ماهر ضيف أحد البرامج التلفزيونية وخرج بمجموعة من التصريحات واللي كانت مثيرة للجدل بشكل كبير، ومنها أنه مش معارض للمشاركة في عمل بيشارك في شخصية مثلية الجنس، وأن مسرحية مدرسة المشاغبين كارثة بكل المقاييس، وغيرها كتير من التصريحات اللي أثارت الجدل واللي هنعرضها لحضراتكم حالاً. في بداية حديثه كشف الفنان أحمد ماهر عن رأيه في مسرحية مدرسة المشاغبين بطولة الزعيم عادل إمام والفنان سعيد صالح رحمه الله، وقال إنها كارثة بكل المقاييس، وقال كمان إن تجربة مسرح مصر ملهاش شكل ولا مضمون، واتكلم عن المثلية الجنسية وقال إنه بالرغم من رفضه تقديم شخصية مثلي الجنس في مسرحية سحلب، ولكنه ما عندوش مانع يشارك في عمل فيه شخصية مثلية الجنس، وقال كمان إن لو مراته فنانة مش هيوافق إنها تتباس وتتحضن في سياق الدراما. ومن ناحية تانية أكد الفنان إن الارتجال فن وقواعد وليه أصول، وإن مسرحية مدرسة المشاغبين والعيال كبرت كارثة، ولا يجوز استخفاف الأولاد واستهانتهم بالأب والأم ولا المدرس في المدرسة. وقال في نفس السياق إن المسرحية الفاسدة زي المخدرات، والمسرحية الكويسة زي الموسيقى، لأن الكلمة ليها قوة أشد من المدفع، وإنه ما بيحبش مسرح مصر لأنه ملوش هدف وبسبب الألفاظ اللي فيه، وإن ما فيش فيه شخصية ليها قوام. أما بالحديث عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأجهش الفنان أحمد ماهر بالبكاء متأثراً وقال جوايا معنى الصوفية، وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتذبحني، وجوايا حب للنبي. وأضاف الفنان أحمد ماهر زي ما قال الشاعر: وكنت إذا سألت القلب يوماً تولى الدمع عن قلبي الجواب. والجدير بالذكر إن الفنان أحمد ماهر قال إنه بصحة جيدة، وإن اللي بيثير الشائعات هم أهل الشر زي ما دايماً بيوصفهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإن أهل الشر هم شياطين الإنس وموجودين في الحياة لخلق المشاكل وخلق حالة من التوتر عامة في المجتمع. وأضاف الفنان أحمد ماهر خلال مداخلة هاتفية في أحد البرامج التلفزيونية إنه بيستقبل الشائعات دي وكأنها غير موجودة على الإطلاق، وعلق مقدم البرنامج وقال إنه هو وفريق البرنامج بيكونوا في حالة حرج شديدة لما بيعرضوا الإشاعات دي عشان يثبتوا إن الخبر ده إشاعة وإن صاحبه بصحة جيدة. والجدير بالذكر كمان ان الفنان احمد ماهر وهو ممثل مصري، وولد في منطقه بولاق ابو العيله في القاهره سنه 1946، وحصل على درجه البكالوريوس في معهد للفنون المسرحيه سنه 1973، واشتغل اغلب الوقت بين المسرح والتلفزيون، وعمل في مراكز الشباب وفي قصور الثقافه الجماهيريه، وتم تعيين احمد ماهر في مسرح الطليعه. ومن اشهر المسرحيات اللي قدمها احمد ماهر هي المتزوجون ودول عصابة يا بابا وأجازة ممتعة جدا. واشتهر كمان أحمد ماهر في التلفزيون بتأدية العديد من الشخصيات التاريخية، ومن أهم أعماله الفرسان والأبطال ورأفة الهجان ونابليون والمحروسة. وكمان الفنان محمد أحمد ماهر وهو نجل الفنان أحمد ماهر، وكانت بدايته في التمثيل من خلال مشاركته في مسلسل أميرة في عابدين، ورشحته للدور الفنانة سميرة أحمد، وقدر محمد في وقت قصير انه يثبت نفسه بالساحة الفنية، وتعددت أعماله الناجحة، فشارك في مسلسل سندريلا وكناريا وشركاء وسور خضار وحضرة المتهم أبي وغيرها وكتير، وكان آخرها أداؤه لشخصية كريم في مسلسل الحارة اللي تم عرضه مؤخراً. بكده أعزائي المشاهدين تكون انتهت تغطيتنا عن أهم تصريحات الفنان أحمد ماهر. للمزيد من المتابعات والتغطيات تابعونا على موقع صدى البلد، ونشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.